مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم نشرة خاصة حول الأوضاع الجوية المرتقبة في كثير من البلدان العربية، في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في الكويت، في العراق، في بلاد الشام، وأيضا في الأردن وفي هذه المنطقة. ولذلك هناك ملخص لهذه الأحوال الجوية. هناك حالة مطرية واسعة الانتشار تتسبب بزخات متفاوتة الشدة والغزارة في الأماكن المختلفة، يرافقها أحيانا البرق والبرد والرعد والعواصف الرعدية والصواعق والبرديات. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. هذه الخارطة تمثل الحالة الجوية التي ستؤثر على هذه البلدان. هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا ينتج عن تسخين، وأيضا هناك تسخين في الطبقات السفلى، وبالتالي ينتج عن هذه الوضعية حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أجزاء كبيرة من المملكة العربية السعودية وعلى الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وأيضا العراق والكويت ولاحقا إلى الخليج العربي. وبالتالي المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في شبه الجزيرة العربية يوم الأحد، لاحظ المناطق الجنوبية الغربية، أيضا المناطق الغربية والوسطى من المملكة والمناطق الشمالية، وأيضا تشمل الأردن وبعض بلاد الشام وأيضا غرب العراق ووسط العراق وتقترب من جنوب العراق وأيضا الكويت، خاصة يوم الاثنين بتلاقيها بنشوفها بشكل واضح امتد هطول الأمطار إلى المناطق الشمالية والشرقية، وغطت الأمطار المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية والمنطقة الغربية والوسطى، واقتربت من المنطقة الشرقية، واقتربت أيضا غطت أثرت على العراق والكويت ومعظم المناطق في بلاد الشام. أحيانا هذه الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. يوم الثلاثاء أيضا تمتد هذه الأمطار، تنحصر قليلا في المناطق الشرقية لكن تمتد في المناطق الشمالية والشرقية، وبتؤثر أيضا على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية وعلى المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية من السعودية وعلى الأردن والعراق وسوريا ومعظم بلاد الشام ولبنان وفلسطين، وأيضا تؤثر على الكويت. وبالتالي تكون الأمطار يوم الثلاثاء غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان السيول. يوم الأربعاء تنحصر قليلا عن المناطق الغربية من المملكة السعودية والمناطق الجنوبية من الأردن، ولكنها تشتد في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية من السعودية، وتصل أيضا إلى جزء من عمان وجزء من اليمن، وأيضا تسيطر على أو تمتد الأمطار لتشمل سوريا والعراق والكويت وبعض المناطق في الشواطئ المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية. هذه الأمطار تكون أحيانا غزيرة أيضا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. يوم الخميس تنحصر الأمطار في الأردن وفي شمال غرب المملكة العربية السعودية والمناطق الغربية والجنوبية الغربية، لكن تشمل مناطق الجنوبية من السعودية وتشمل مناطق عمان وأيضا تشمل الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت والمناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وأيضا شمال وشرق العراق بشكل
بشكل واضح. هذه الأمطار زي ما حكينا تكون أحيانا غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد. يوم الجمعة تخف تدريجيا، لكن هناك توصيات حول هذه الحالة الجوية. نرجو من الجميع الانتباه من مخاطر تشكل السيول في الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، وأيضا الخوف من حدوث بعض الانجرافات الطينية ومن ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات، وأيضا الانتباه من كثافة التساقطات البردية في بعض المناطق، والتي تكون أحيانا حجم حبات البرد كبير نسبيا، مما يشكل مخاطر على الإنسان وعلى الممتلكات وعلى السيارات. أيضا الانتباه من انعدام مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة الرياح الهابطة المثيرة للغبار والأتربة التي لم يحصل عليها هطول، وبالتالي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. هذه هي الأوضاع الجوية المتوقعة. نرجو للجميع السلامة. شكرا للمتابعة.